السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عندك صورة حجمها كبير وعايز ان انت تقلل حجمها وفي نفس الوقت الجودة ما تقلش جامد، فالموقع ده مناسب ليك. كل اللي عليك ان انت تبدأ ترفع الصورة، تكون صورة حجمها كبير وهو اوتوماتيك هيبدأ ان هو يعدل فيها، بحيث ان انت لما تسيفها تكون بنفس الجودة. تمام، هو بيقول ان هي كانت 70 بقت 12، تقدر تسيفها على طول بدون اي مشاكل خالص. الموقع ده برضه فيه ميزتين حلوين، الايزي باك جراوند والاب سكيل ميديا والووتر مارك ريموفر. ووتر مارك لو انت عندك اي علامه زي العلامه ديت هو يقدر يشيلها. الغاء بتاع الخلفيه اهوت، حمل اي صوره لشخص مثلا وفي خلفيه هو اوتوماتيك هيشيلها. تعالى مثلا نقول له اختار مثلا الصورة زي ايه، اختار الصورة دي مثلا. يروح شايل الخلفية بالشكل ده.